It's me, Mellow Mario. السلام عليكم، اسمي مانو ماريو، واليوم باش نعمل لكم ريفيو نتاع الارك جديد نتاع دراغون بول سوبر، بون الجزء الثاني منه اللي هو اليونيفيرس سيرفايفل ارك. انا في الفيديو اللي فات عملت هكا قعدت نحكي على الارك اللي فات وبدايه هذا الارك، يعني التحضير للمسابقه، كيفاش جابوا 17 وجابوا فريزا، معناتها عملوا ريزوركشن. وتو باش نرجع من حلقة 97 من اللي بدا المسابقة، بدات المسابقة حتى حلقة الجمعة هذه اللي هي 107، اي 107. باه باش نبدا مازلت مانيش متعود على اني نعمل مراجعات، اما ان شاء الله في الفيديو هذا باش نقسم شنو اللي ما عجبنيش ومن بعد شنو اللي عجبني. يعني مبداش نحكي في كل حلقة ونبدا نسرد اش صار الاحداث، انا عامة شنو اللي كنت ننتظر وشنو اللي لقيته وشنو اللي مقيتوش. فكرة انه مسابقة كانت يعني 80 متسابق وباتل رويال، وفيها مشكلة، يعني فيها مشكلة الموت، فيها مشكلة الموت، يعني انقراض اختفاء اليونيفرس. يعني مش كان مسابقة يعني للربح، وماهوش عركة للسيرفايفر، زوز في فرد الوقت. يعني فكرة باهية ياسر، أما فيها مشكلة كيفاش يعني تجمد بلبصة. شكون اللي تعمل دراغون بول هي توي انيميشن، تجمد بلبصة يعني كيما تجمد تعملها باهية على الاخر كيما تجمد بلبصة، وهي كانك عليها بلبصتها شوية. نبداو بالحوايج المشومة، حوايج المشومة برشا شخصيات، هما 80 شخصية، برشا شخصيات ما ظهروهمش. اش معناتها؟ بوهم بالطبيعة خاطر عندهم فلوس لكل حلقة، مش كيما نفس الانيميشن، معنتها اللي يصنع اللي يعمل الانيميترز، يعني مش كيما نفسهم. قولوا مثلا اليونيفرس 9، قولوا فما يكمل الذيوبة، فما 3 ذيوبة، برغامو وبيزل ولافندر، يعني جيبوهم تقريبا هو التركيز عليهم. الاخرين هكا شويه في فرد حلقه هكا، روني نجم مثلا هكا الابيض، هكا الحصان الابيض، هكا الضربات شيمي يحس، والاخر هكا يستعمل هكاكا. وبعد في زطارو في حلقتين، قال لي حلقتين وما حلقتين واليونيفرس 9 طار، وممكن هما الخطر اليونيفرس 9 يعني هيكم 3 فيوبا وراو قدراتهم في التحضير، ممكن ما حبوش يعودوا في حلقتين نحاهم. هذه ما عجبتنيش، يعني من كدمة ذبية هما تو 48 دقيقة حالوا يقسموهم مليح، يعني تو قديش هما من 97 107 10 حلقات، 11 حلقة وصلوا تو 30 دقيقة، يعني هذوما 18 دقيقة في 30 حلقة، يعني في 18 دقيقة في 10 حلقات، يعني دقيقة تقريبا دقيقتين في كل حلقة. كانوا يجمو يقعدوا أكثر، مثلا العركات تدوم أكثر، ومش كل عركة تصير فما لازم شخصية باش تطيح. علاش عملوا مثلا ضد اليونيفرس 2 هيك من الإنسان تاع اليونيفرس 2 هيك الوحدة الدبة أيوه ريبريان، وعندها زوج وحيد معاها. معنت العركة ما تنسحبوا، فهمت انسحابك يعجبني، اوكي صبغت اللي يعجبني ما عجبني. باه نتوما نتعداو حاجة اخرى ما عجبتنيش. بون الانيميشن باهية صبا، يعني برشا لقطات فيهم الانيميشن باهية، اما وقفوا مشكلة الانيميشن اللي يعاودوها هو تورنمنت كبير صحيح وقاعد يعملوا بيبليسيتي، بعد يفسدوه يعني يعاودوا يستعملوا في الانيميشن، هو ما تظهرش، يعني انت تتفرج عادي. المشكله تبدا في نفس الحلقه مثلا، وكساعات تستعملوا جوكو الانيميشن تاع حلقه قديمه،
بيكولو مثلنا مستعملوا له حاجة قديمة عادي، اما عندهم فازة انه في نفس الحلقة يعودوا نفس الانيميشن، تبدأ انيميشن طويلة كما في الحلقة 97 هيك بيزل يبدأ يضرب بساقيه، الانيميشن عودوها مرتين ويديش اخذوها من قبل فيك التحذية. وفي الحلقة مش حافظ الحلقات ذيك وقت ريبريانا عملت الترانسفورميشن بتاعها وقصة عليها 17 عودوها نفس الحكاية، يعني هم حبوا يتبولدوا على ما كانوا يتبولدوا على انيمي معروف باهي ما طولوها، يعني واحد يتفرج قول هي وقتاش توفى وهيك. لا اليونيفرس 2 دو جود ديستركشن تاع اليونيفرس 2 يعاودوا لك الانيميشن بتاعها متاع يدها كيفاش هما هذه كذا هما هذم كذا لوف 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 لا لا لا. شنو حاجه اخرى ما عجبنيش؟ الموسيقى باهيه بصراحه باهيه، فما لقطات جدد باهيين. لا الموسيقى باهية مريقل، فماش حاجة متعجبنيش فيها باهية. ايوه حاجة معجبتنيش انه في كل حلقة يركزوا على شخصية، هذه حلقة جوهان، هذه حلقة هيتو جوكو، هذه حلقة 17 فهمت. هو تورنمنت مفروض برشا عركات يصيروا في فرد وقت، وانت في حلقة مش يعملوا العركات الكل، اما في الاقل في حلقة اربع عركات تصير في فرد وقت، مش كل مرة هيك ضد هيك، كل مرة يختاروا هيك ضد هيك وبعدك ساعاتك زوز ضد هيك فهمت. يعني ما عجبنيش التيم وورك ناقص، هو باتل رويال ساعاتك تجي فوز مع التيم وورك فهمت، بعد الأكثرية واحد ضد واحد. اما فما صارت فوز تاع التيم وورك شنو فيهم باش نرجع لهم في الحوايج الباية، اما اللي قعدوا ناقصين مش ياسر. حاجة ما عجبتنيش الاخرى جوكو اليونيفرس 7، مركزين ياسر على اليونيفرس 7 هو صحيح هما الابطال متاعنا، دونك الاخرين نعرفوهم مش ياسر. هما الحكاية كيفاش اليونيفرس 7 بشي سيرفايفي، جوكو كيفاش يتصرف، فيجيتا فريزا جوهان الكل عملوا حلقات لينا ما كيكا. اليونيفرس 6 في بعض مثلا كايل و اللي شبهوها البرولي و كوليفلا هما حضروهم معناتها قبل ما يبدا، عملوا لهم هكا حلقات باش يعرفوا عليهم، و بعد عملوا لهم حلقتين في التورنوا في العرك يعني باش خذاو حظهم. وهيت كيف عملوا حلقه نتاعو يعني هيك اليونيفرس السادس هذا دعم المعنى قداش مرة يجيبوا هيك باجيتا ولا اخر هيك الاصفر بوتامو يعني وتو فروست تويكا في اخر حلقة فروست، ركزوا على فروست وش يرجع في الحلقة الجاية ان شاء الله. الحلقة الجاية نعملها ريفيو واحدة يعني ام الاخرين شوية ميركزوش عليهم ياسر. اليونيفرس العاشر هيك لعب انا يتمنكوا عليا كعلاو لك قعدوا يشطحوا زمزم هكا قوين وبعد هكا سخينة بشي سخيتو بشي يكون هو الأول المخرج بعد التسعة مقواسو خلاص مقواسو مشا هكا حاجة مشو ما جدا فتوة مقواسو كان ناس طيبة يشرب التاي يبدأ عايد زماسو يعمل جوتيوب يعمل فيديوهات، عجبتني انه فاز يتمونيكو على اليوتيوب يعمل فيديوهات على جوتيوب يحزيلوه. شنو اخر؟ وجيران قادو يحضروا له كل مره يقعد يتفرج ما عملش حاجه كبيره، كاين شي كايل ضربها وفي اخر حلقه هكا ضربه هكا ما عليك ما واحد ازرق من اليونيفرس 3 اسمه ماجيكايو بالجابانيز ماجيكايو يعني سيريوسلي قاعد يتمنيكو عليها، يعني هذه الشخصيه الزرقاء جايبينها هكا تتحول عنده فازه هكا باش تضرب جيران وبعد تخرج باش يتمنيكو على فازة ماجيكايو يعني سيريوسلي، يعني هذي الغاية من هالشخصية ما قعدتش ياسر باش الشخصية هكاكا. وجيران ما تتوقع جيران شي ما عمل حلو زيد وكا هولوه شوية. فما توش نحكي على الكريلين
يعني اليونيفرس 7 شنو ما عجبنيش فيه يعني في العركات نتاعو. كريلن بعد ما كان طير الزوز وحيد ولا ثلاثة وما ظهر لي ثلاثة عمل ياي كريلن هكا رجع واحد بعد جا فروس طيرو يعني كان بوينت منيكو على يامشا في ساي موت وكا كريلن هكا كيف كيف يعني في سخسر هو قوي عنده سولار فلير هكا عملوا له حلقة يعني في تحضير سولار فلير مية بعد استعملها طلع ضد واحد أعمى يعني مفصل الصبات بهي عجبته نضايش عليه الصبات وكذا أما يعني الشخصية ككريلن كيف مات ما جتش بيع تيان كيف كيف تيان أخي بواحد جايبينه في نيفل 7 في التحضير مرمدوه كان ضعيف كلا ضربات وفي في التورنمنت ما مش حاجة كبيرة عاون مستر روشي باش طير معناتها مستر روشي ثبت شخصية ذا بريتشو ولا شنو من يونيفرس الثالث يعني جابوا شخصية كيكا باش يقتلها روشي لا ظهروا عشان حتى يعني باش تكا شخصية مشيت على روحها يعني هذا حاجة مشومة روشي ثبتها وبعديكا هو عملها كيكوكو ولا كيهوكو ولا كينوكو ولا شنية كالضربة متاع المثلث اللي مربع وطيروا وبعد فيك الحلقة جا شد ولا تقسم على أربعة من فاز تقسم على أربعة شدكية وطيحوا معه فناس حاجة كبيرة تيا فيجيتا أنا محب فيجيتا بي 17 بعد بعض نحكي ولا فازيتهم كل أخرين مشومي بالنسبة حلقة كيل وكوليفلا كيل جايبينها هذا البشي رضي وجماعة متابرولي في أول حلقة قادوا يا من فازت متاع برولي بشي برازيو وجمع متاع برولي قعدت متنرفزة وتطبع في كلامه وتضرب في جوكو اشني اش قلت سان جوكو ما برولي يقول كاكاروت بعد كده تقول سان جوكو وتمرج مرجت نيس ما الحلقة اللي بعدها نيا وكي نعمل حاجة بهاية يعني كي مقاش ولاد برولي ولاد شخصية كفريدة صلحوها على الأقل بون كوليفلا حبت تقوى الحاجة مو عادي يعني نجم تقبل انا وليت سوبر ساين تو وتحب تتقوى تزيد تتقوى على اول جماعة استخيروا بسولي سوبر ساين بلو اخي ما مريقل ما عادية يجيش حبت تتعلم حاجة اخرى ما عجبتنيش البراي تروبرز انا نسيت فما حلقة مخصصة للبراي تروبرز فيهم خمسة وحيد طاو واحد طار ضربته كي هذا خمسة وحيد ضربوهم كيل وكوليفلا وواحدة ضربتها عيتين هيك شو اسمه كسرول هيك اللي عنده عينة الالية علوه الحضره كذا باش بعد مات في حلقة شي ما عمل والاربع الاخرين عرفوهم فيك الحلقة عندهم قدرات بها كيما الجينيو يعني هما جايبوهم شي تمني كوال باور ينجز مرة اخرى وكيما الجينيو يعني كل واحد عنده قدرات عندهم بوزز يعني كيف يقعدوا هكاك بوزز بونا كنت تحسوني قاعد نحكي بالتفاصيل في كل حلقة يعني مازلت عارفش نرجع المفروض نحكي هكا الحوايج مشومة عامة بيقولوا ما ظهروش ياسر ظلي هذا مو من الحوايج المشومة اللي ما عجبتنيش فريزا زيادة ما ظهروش ياسر يعني هكا فزيادة كيبدي يتمني كما ما ظهروش ياسر كون نختم بحاجة ما عجبتنيش هما زين شانز نزلوا سما زوزو حيد يمرجوا رام يمرجوا واحد يتكلم والاخر يعاود كلامه ما يفهموا حتى شيء وعندهم هكا تابلات هكا يتبعوا فيها ينزلوا هكا نتلعب الحوايج الباهية اللي عجبتني ايوا عجبني تيمورك التيمورك بين ايتين وكريلن كيفاش عملوا ولا غناء فيه مكابي التيمورك بين جوكو و شو اسمه الاخر هيت وضد ديسبو كونشان ولا كونهان الشخصية الاخرى متاعت براي توبرز هيك الحلقة اتفرجت عليها شي اربع مرات عجبتني على الاخر يعني الموسيقى جوكو ولا سوبر ساين جود هيك الاحمر وعاون هيتك تحكلوا عاونوا بعضهم
عجبتني وعجبتني انه الاخر ديسبو ما تحاول ما تضرب شو اسمه فازات متاع هيت وهيت استعمل لكم عملوا له حلقات هيت خاصه لي استعمل لكم تقنيات جدد 17 كيف عجبني انه قاوم اللوجيك واحد يعمل ترانسفورميشن قصة عليهم هكم البنات قصة عليهم اخي جماعة جماعة جوا قالوا له كيفاش تقص جوكو الطفلة وتوبو توبو خاطر يحترم ياسر الجاستس هكا جا هو الشيخ عجبهم البنات خاطر ديجا اليونيفرس 2 عكس اليونيفرس 11 دونك تلقاهم يتفاهموا مع بعضهم كيما جماعة اليونيفرس 7 يتفاهموا مع اليونيفرس 6 اسيلو يعني عجبني كيفاش سباديكا 17 جاتو الفكرة انه ينقز على الشمس كي اللمبة نقز هكا وباديكا ضرب بكا واحد عليك الطفلة والطيارة حلقة 17 كان ابيك اما الخسارة كالعادة يام يجيبوا حلقة بعد يمشي على رحمة لكن عجبني زادا كيفاش جوكو 18 و 17 يجريوا مع بعضهم يحكيوا حاجة اخرى ما عجبتنيش انه جوكو ضرب ضربتين يخلي الجارد متاعه داوني يضربوا بلي مرة جماعة ولا يقولوا له هكا بيكولو هكا يحكي ما متطيحش الجارد متاعك 17 قال له متطيحش الجارد متاعك يقول له اي مريقل عجبتني كيف بوغوهان تعرك ذاك الراجل متاع اليونيفرس العاشر اخر واحد و بعد ما هزموا يعني كيفاش هكا كل واحد عنده عائلة قاعد يحارب من اجل اليونيفرس متاعه يعني انه اليونيفرس يعني هذا التورنمنت مش كي نعرك ويزمك تخرج وتربح يعني وراها ياسر من ذا فلسفة انه عندك عائلة ممكن تدافع عليها وبش تدافع عليها لازمك تقتل الاخرين كما في هانجر جيمز فيلم هانجر جيمز وكيف جوهانا طير هيك الرجل سموه ضرب اليونيفرس العاشر عجبني فيجيتا بيجد ديما باين كيفاش يتصرف ويتنرفز ماجيتا باين هكا استغلوا عملوا تيم اب بين ماجيتا وبوتامو هكا واحد طلع فوق وكي طين وزني شو اسمه بيروس عجبني يعني كيفاش يعلق وواحد وعجبني خوه الاخر هكا شامبا حتى هو تعليقه يضحك بلاخص هيك حلقة تاع هيت قاعد هكا يجيب الفوفوزيلا وقاعد يعيط هيك الكيتال هيك الاصفر هيك الفار الاصفر يمرج ويمرج هكا الحلقة متاع روشي عجبتني زادا الحلقة متاع روشي عنو روشي كيفاش هو كان كبير ومعنتها هو كبير موش قوي اما عنده التقنيات متاعه معنتها عنده الاكسبيريونس هكا ركزوا انه الواحد كبير عنده الاكسبيريونس وبعد شارع لما تنقذوا جوكو هيك حلقه زاده به ياسر بونك ركزوا على روشي كاو ما حلقه به وخلى بيروس هكا يفتخر به ومازال حلقه اللي بعده كارتاح وحلقه اخر وهذه اخر واحده مع فروست مازال يدز يعمل في الفازات عجبني انه فروست يعني حايل هكا حاول يجيب فيجيتا وقلب المفوبه مفوبة طلب المفوبة على فيجيتا وحصروا فيك عجبتني فروسك مهبولك ابتسامته مع ماجيتا تيم اب مع ماجيتا توقف مع كيل وكوليفلا تيم اب حتى مع جوكو بعد ايكا شو اسمه كابا تعارك ضد شو اسمه ضد فيجيتا مظهر ايش كابا ما لا علاقة ثم الآلة هيك الآلة متاع اليونيفرس 3 جابوها في أول حلقة طيروا هيت بيزل هيت طلعتها ضربة نحس اليونيفرس 3 هو اللي بيش يخرج من بعد لا اليونيفرس الرابع بعد كان اليونيفرس 3 اليونيفرس الرابع عنده زوز وحيد مختفيين اليونيفرس السادس تعرفوه لازم أخذ ظهرت في حلقة عندهم زوز شو اسمه مش سينز زوز نماكنز كيما بيكولو مازالو مظهرهمش عشرش فاش يستنيو باش يظهرهم عجبني هيك الياردرات اللي يعمل انستر ترانسميشن متاع اليونيفرس 2 هيك اللي يحط يديه فوق راسه ويمشي اي بقعة كيما جوكو تعلم منهم وقتها في السيل ارك
ليك عجبني انقذهم مش جماعة انقذهم وطير واحد يعني بس 10 ومازال تو باش يضرب حلقة مع جوهان باش يحاول يقلق جوهان يعني شخصية قاعدة ما تتش في ساعة حتى كي ريبليان عجبتني ياسر يعني عجبتني كيف الضربة جات باش تضرب فيجيتا وفيجيتا عمل قاعد يغزر تقزز وهرب ايتين عادي يا صبا بيكولو زاد عادي باهي كم كم عطيت من شخصيتك هكا الموسيقى باهية الانيميشن باهية الجوز هكا حكيت عليه ما فما حاجة أخرى تو جراند بريس هكا كيف اليونيفيرس الأول متاع اليونيفيرس 9 تدمر وبعديكا فما الأنجل أنجل هكا قاعد يضحك جماعة هكا تخيلوا هكا جماعة شريرين وكذا أما نحس خاطر هيك الأنجل لما انت اليونيفيرس 9 كانوا مشومين الجوز كانوا مشومين هكا فرح هكا ارتاح منهم الأنجل قاعد هكا مرتاح منهم بينما متاع العاشر متاع العاشر هكا الطفلة هكا توحشتهم هكا قاعد أما نحس عملت عملت هكا يعني قال لي تعرف ليه هكا باش يصير من الأول أنا مش شخص وعرفتهم مش يخسروا قلت نهدد يعني للأسف خسروا يعني كانها مبرمجة الحكاية وشلقت لي يعني برمجة الحكاية الانجلز حبوا ناش الجودز يمشيوا عملوا فاز جراند بيس أثر على الزينوز بشكل يعملوا التورنو هذايا ويدمروا اليونيفرسز متعد ثيوري الجراند بيس توقع لي انجل ولكم الزينو هم الجود اوف ديستركشن هكم الكبار وفما واحد حكاوا عليه وقت في اليونيفرسز التورنو تاع اليونيفرسز هكا اللي صنع الكرات سوبر دراغون بولز اللي صنع سوبر دراغون بولز اسمه زارومو ولا ناشنو هيك هو قال لي الجود اوف كريشن الكبير مازال ما ظهروهاش انا نتوقع انه في اخر التورنمنت باش يظهر باش يرجع اليونيفرس انا مش هيك باش نقول في اخر التورنمنت باش يرجع يجيب هكا ويرجع اليونيفرس وينحي الفازات هذوما على شنو اخر اللي عجبني بون كتو فضلوا 32 واحد تقريبا 32 متسابق مش متسابقين مشاو على بعضو اللي ما عجبنيش هو اكثر القتلين عند اليونيفرس السابع الاخرين مش ياسر وعجبتني انو الحلبة دمرت قاعدة هكاك حجر يجمو يتخباو فكانتش هكا مسطحة خير مو للأسف ديما يظهروا عركة برك مش برشا عركات مع بعضهم كو نروح حكيت هكا الحوايج الباهية حوايج ما عجبتنيش انا نشيخ تو كيف نتفرج كل جمعة نشيخ يعني نحب الحلقات هكاك مثل حد نصب الحلقة كالصباح نصلي صبح وبعديك نصب الحلقة نتفرج عليها تحق جو ان شاء الله في 1 اكتوبر باش نعملو هيك سبيشل ساعة كاملة هيك لازمني نعملكم مراجعة عليه هيك باش يجيبو فيه جيران وريبريان جوكو ضد ريبريان بعض الجيران باش تجي ترانسفورميشن جديدة مكا جوكو ندري كيفاش باش تجي فما ياسر سبويل وما للأسف أنا ديما قبل الحلقة نعرف شي يصير فما سبوي وكو شكرا عجبكم الفيديو لايك كومنت سبسكرايب اسمي ماريو سي يو نيكست تايم في مدى الله